كلكم همات وقامات نعتز بها ونشرف بحضورها. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلقنا في إعداد هذا المؤتمر الموسوم بهجرة رأس المال البشري الواقع ورهانات المستقبل في بداية شهر أكتوبر 2022، بعد أن وضعنا الأهداف والمحاور المختلفة التي تتناول ظاهرة هجرة رأس المال البشري كظاهرة اجتماعية لها أسبابها المختلفة ووقائعها التي تمتزج بين الفرح حيناً والألم حيناً والحزن على الفقد أحياناً أخرى، كما أن لها انعكاساتها على بلاد الطرد أو بلاد الاستقبال. ورغم أن الظاهرة هي ظاهرة إنسانية عرفتها المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ، فإنها بالنسبة لنا ذات مدلول مختلف نظراً لخصوصية قضيتنا ومراحلها المختلفة، فهي حالة مستمرة من اللجوء والتشتت ونكبة لا تزال واقعاً وليس صفحات من الماضي، بل حالة استنزاف النضال الفلسطيني ونزيف جرح لم يندمل بعد. وقد تجاوزت الظاهرة الحالة الفلسطينية إلى ظاهرة عربية نظراً لمتغيرات سياسية داهمت واقعنا العربي المعاصر. هي حالة تعبر عن إشكالية وأزمة في معركة الصمود، كما نعاني من أزمة في معركة التحرير. ولذلك فإن كانت معركة التحرير متعثرة فعلى الأقل علينا أن ننتصر في معركة الصمود والتشبث بثرى الوطن عبر أجيال الشعب الفلسطيني. فقد ورد اللجنة العلمية 58 ملخصاً قمنا بهمة الجميع أعضاء اللجنة العلمية بتفحص وتدقيق وتعديل ما يحتاج منها ورفض ما هو خارج الإطار الموضوعي لمحاور المؤتمر، ثم استقبلنا المشاركات للباحثين التي وصلت لأربعين بحثاً وحكمنا الأبحاث وفق المعايير المتبعة في تحكيم وقائع المؤتمرات ووفق قواعد التحكيم في مجلة جامعة الأقصى. وقد اجتاز 35 بحثاً عملية التحكيم قسمت على جلسات المؤتمر الست إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية. أتوجه بالشكر الجزيل إلى الباحثين المشاركين الذي يبلغ عددهم 49 باحثاً من جامعات فلسطينية في قطاع غزة والضفة ومن جامعاتنا العربية في العراق وتونس والجزائر والمغرب. جزيل الشكر لسعادة القائم بأعمال رئيس الجامعة لرعايته ودعمه ومتابعته المستمرة لخطوات انطلاق المؤتمر واستعداداته. والشكر موصول للأخ عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية على مثابرته في إنجاز هذا المؤتمر. والشكر موصول لأعضاء اللجنة العلمية في الداخل والخارج على صبرهم وعملهم الدؤوب لإنجاح المؤتمر، ولا سيما إخواني من جامعتنا ومن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة. وجزيل الشكر للإخوة المحكمين. عظيم الامتنان لرؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، كما أتوجه بالشكر الجزيل لسكرتارية المؤتمر الأستاذة صفاء الحمضيات وشريهان عفانة على إخلاصهما في متابعات مراسلات المؤتمر وإعداد الإحصاءات والتقارير اللازمة واستلام الملخصات والأبحاث وإرسال الردود للمشاركين. كما أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة الإعلاميين في جامعة الأقصى ومؤسسات العمل الصحفي الذي تشاركنا اليوم جلسة افتتاح المؤتمر، وكل الشكر لمن ساهم في إنجاح المؤتمر ولم يسعفنا الوقت لذكره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.